ولذلك التربية في 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 زمن الماضي كانت ما كانتش مبنية على الأب، كان الأب والخال والعم والجد ولا شكون قالت نقول لكم شكون لاليمونطاسيون تاع الحومة كان يا ربي والله تديل الصرف بزاف ما يبيعلكش، يقول لك هاك حبة حلوة وروح. كيجي الوالد ديالك يقول له عمي سعيد أو وليدك وجاب لي بزاف الصرف الله علم رفد لكم دراهم الدار. إيه صح، شت كيش كانت التربية. الآن هذا الأنانية التي نعيشها وربما هذه الظروف التي خلت أيضا التربية على البيت البلاستيكي من خصائصها أنه واحد ما يدخل روحه في وليدي، فلما تجي أنت تضرب لوليده هو ما يضربوش أنت تضربه، فيقول لك ما تضربوش تكون مصحة أو يقول كلام أو يقول لك لا لا ويتضارب معك، صافي تقول أنا ما زيدش ندخل روحي وبعد أنا ما زيدش ندخل روحي وأنا ما زيدش ندخل روحي. ولينا نلقاو الولد تاع 14 سنة يقعد مع واحد في عمره 40 سنة وش يدير للزوج سيجارة تاع دخان، هذه ما كانتش قادمة. أو أنواع من أنواع التربية. التربية الأولى كما أسميتها التربية بطريقة التين الشوكي. التين الشوكي كرمو سنسارة، كيفاش يغرسوه كرمو سنسارة؟ كرمو سنسارة تغرسوه، خلاه صار مي وخليه ينوط، ما تزبر ما تنقي ما تسقي ما تدير حتى حاجة. فكذلك الآن بعض الآباء تربيته لأبنائه كتربية التين الشوكي، يتزوج يجيب دراري واللي مربي ما عنده ربي، خلي الأمور تمشي وكل شرب رايح وبعد يصدقوله ما يصدقولوش ما على بالوش، يخدر إمام تاع جامع يسلك لوليده جيدة وبعد يخدر معلم في المدرسة يقدر الله عز وجل يسخر له، لكن في الغالب كاين سنن كونية في الغالب ما يصدقوش. الطرف الثالث وهو منتشر بكثرة في زماننا، في وقت الآباء تاعنا ما كانش هذا النوع تاع التربية بزاف، كان قليل، لكن درك هذا النوع تاع التربية راه منتشر كثيرا، وهو التربية في البيوت البلاستيكية. في اليسار شت التربية في البيوت البلاستيكية، معظم الآباء الآن أم يربي ولادهم في البيوت البلاستيكية، ما عندها الولد توفر له كلش، يدير له حرارة و والإضاءة ونحي وحاجة ما تدخل له ويدير. هذه التربية تربية بالحماية الزائدة، نديه اللبسيد ونجيبه بعد يضربوه نضارب مع هذاك اللي يضارب معاه وبعد نكتب له التمارين تاعو وبعد طيبنا العدس سميحة بشي ياكل العدس، نقلي له بطاطا لا لا كاهتم البطاطا، أقلي له البيض دير له الفرماج، معليش وليدي قطع صباط خلي زين شري له عشان نخدم وراهو يتربى. نعم 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 لا لا ما يقدرش يقول له لا 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 نعم 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 وراه يطلع. شوف نعطيكم واحد المعيار، هذا النوع تاع التربيه ما تفوت 16 سنه، الحد تاع الاباء يحبس في 16 سنه، لانه علاش الشجره كي تبدا تكبر 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 ومن بعد تقطع البلاستيك وهو ظلم للابناء، غير تقطع هذاك البلاستيك الشجرة هذيك ما كانتش على بالها مسكينة باللي كاين الرعد وكاين التبروري وكاين الحرارة هذيك القاوية وكاين الشتاء القاوية. تقول كذبتوا بيا، يعني أنا تربيت في بيت بلاستيكي كيما نقولوا حنا بالتحنحين بالفشوش، وبعد أنا طلعت من بعد غير لقيت روحي دخلت رحت للثانوية رحت للجامعة ولقيت باللي شغل كاين مهارات أفتقدها، ما نقدرش وين نروح تكون معايا ماما، ما نقدرش وين يكون معايا بابا، تسمى هذا البابا وماما هذايا ما نقدرش نديهم معايا لانه الحق الوقت وين لازم نواجه. فتجده يفتقد الكثير من المهارات الاجتماعيه، والاشكال في ذلك انه يعني ماشي تلقاهم ناجحين في الدراسه لانه عندهم اهتمام زائد، هذا الاهتمام زائد تلقاه يدي 16 يدي 17 دائما يجي الاولاني، بصح اجتماعيا فاشل، وفشله قد يسير به حتى في حياته الزوجية. ولذلك حملوا أبناءكم المسؤولية بقدر سنهم، يعني لو كان كيطيح خليه ينوض طاح خليه ينوض. ولذلك الآباء تاعنا قديما واش صرا لهم، كانت عندهم واحد النوع تاع التربية فرضتها عليهم الظروف، الظروف والتحديات ما كانوش بزاف، لكن الظروف خلاتهم شكون تربوا بهذه التربيه، بصح شغل بلا خاطش الظروف كانت تمشي هكذاك، صافي مثلا كانوا يشيلوا لنا زعما صباط كبير عليك، يقول لك باش يكبر معاك،
تسمى عبكش معناتها يلحق لك فكره بلي بالك تقطع الصباط هذايا. تسمى هذا الصباط يكبر معايا نحكي مع اسرار شغل بيني وبينه يولي صاحبي. تتصور يعني هذه الظروف خلات انه الانسان يقدر يعمر الغاز ويدير لاشان تاع الخبز ساعه ونص ويجي تقول له جا بابك روح جيب القضيان يخليه لك ويروح. ودا تطلع القضيان ما عندوش هذه زعمتها عادي، لانه علاش التحديات كانت قليله. فكان هذه التربيه اللي خلات ابائنا واجدادنا يعني وقبلهم انه واش كانوا يتربوا تربيه عمليه. يعني الاسره قديما، شوفوا الاسره قديما كانت كبيره، فكان الولد هذا كينوض ينوض كان عم عنده امثله، عنده عم وعنده مرت عم ومزوجه في الدار، خوه الكبير تزوج واحد القيصص هكذا لداخل، باباه يديه معه للسوق يعاود يولي. هذا ان صح التعبير شغل فورماسيون، تكوين عملي او يعيش به. المراه كيف كيف كانت تربى تنوض وبعد تلقى اختها وبعد مرت خالها مزوجه معاهم في الدار وخالها، وكاين بزاف قصص. هذه القصص خلاتها دير شغل تكوين عملي، لما تلحق سن معين نلقاوها واش عاشت شغل كيما يقولوا احنا بالدرجه تاعنا تنلحات تاع الصح، تنلحات تسمى لحاوها الوالدين. اما دوك الاسره هذيك الكبيره واش ولات؟ واش ولات؟ هكذايا انت ومرتك وولادك، شكون يجيك للدار؟ شكون هو يطبطب دوك؟ شكون؟ ما كاش اللي يطبطب دوك، ما كاش. الاجتماعات العائليه خاصه اذا الوالدين راحوا، فالاجتماعات العائليه لما الانسان لقى روحه دوك يعيش، فانت واش راك تمد لولادك؟ هذاك هو الرصيد الذي سيتربى به.